بسم الله الرحمن الرحيم. قدور عبد الحكيم رئيس جمعيه ماتش الدربي بقصر اوربي الناظور. مش دوره من العراق انا في المسابقه جهويه. في المسابقه ينتق وثاني ماندي عام. البدايه سنه 2020 انا قام سليب فارق ما يعني يكون عام كذا سنين باش نتكد في النظاق باش نتكد في السعيديه. وكان غير جمعيه النهار يبارك نورمال موجود مثلا جمعيه دويدي يعني جدي الجهه الشرقيه. إن إلا أنه جمعية باركيو في كيمشا لذلك الفوق كان اثنين يعني دول ثلاثة قوة اثنين يشتنق النظا يشتنق السعيدية ذي جبتن زوارو تشعر نقل خلق الشاق نساق النغرية تشعر تحرق تشان سبعة نهارة مش دوارة من عرام أبو سبق وخشي هوية لأنه عن غير عام الضيوف وعن جمعية صارحة سنة بنتين جمعية النغزي بداية تأسيس جمعية طنجي سي دي سي زي طنجا جمعية ريمان مارتين بي بي سي زي تدوان جمعية شباب ربح حسيمة لكن ريح حضان ورد هذا المين يبدأ لدينا مدى أمين جمعية كيف ذا حطان بدأ ريش جمعية مغرب جديد قائمة في السس هكذا في جن مشارك سيد جن بينو بزيست قشعب كن كينو اللي هما في جمعية الأطانيون اللي دا سيد القصر والبي أسس وعاوي الشيء الخاش عمنا أن الشعب بشر تسيغين لأنه الاستمرارية أصلا بي جمعية ذا بشر نويا غسل سلسارية ضيب أنت من